مباشرة بعد صلاة العيد فتح مذبح الحراش أبوابه في وجه المواطنين لنحر أضحياتهم وتقديم كافة الخدمات اللازمة مع توفير مراقبة بيطرية وسط تدابير وقائية ضد وباء كورونا. قمنا بجميع الإجراءات اللي لازم القيام بها، هي تعقيم المذبح ابتداء من أمس، واليوم قمنا بتحسيس الإخوة المواطنين لارتداء الكمامة، يعني إجباري للجميع. فيما يخص المصالح الخاصة للمؤسسة مجندين، مصلحة التبريد، مصلحة النظافة، مصلحة الصيانة، احنا نقوم بمراقبة لكل الأضاحي، مراقبة شاملة وصارمة. يعني المواطن يجي يذبح، احنا نقلبوا السلعة تاعو للأضحية تاعو، لا كانت سليمة نطهر ولا كانت غير سليمة نحجزوها. يعني في ما إذا ما كانت غير سليمة معناتها كاين هنا تثبت عليها أي مرض. احنا في هذه العملية نقوم بحجزها ونفهموا المواطن. سيد علي واحد من الشباب الطموح الذي أسس موقع خروفي، الذي يمكن المواطن العاجز عن ذبح أضحياته من نحرها والاستفادة من كل الخدمات التي يوفرها المذبح. هادي سي ان ابليكاسيون جدي، سي سيت ويب، سي ستارت اب لونسيناها سورتو مع الكوفيد، مع لي جون ما عندهمش وين يذبحوا، ما عندهمش شكون يذبح لهم، لي جون مالاد تو. دونك حنا درنا هاد لو سيت ويب اللي الناس اللي تحب تشري كبش سواء حي ولا مذبوح لكاع المناسبات يقدروا يدخلوا للسيت ويب هذايا، دونك سي www.kharofi.shop، يشرو يشوفوا الكبش اللي عندنا، يشوفوا لا غام ا بوبريت تشوما مع الميزان تتماشى، يخير الكبش تاعو. وان شاء الله كيما هنا دوكا راكنا في العيد نبروبوزي الخدمه هذه تاع الذبيحة. درت لاكومو تاعي في الانترنت واسمو خروفي، وهذا الجروب هذا اللي داروا اجتهاد باسكو ما كاش الماء، ما كاش الصوالح هذوما. هذو درنا لكم الانترنت، هما يذبحوه لك، هما ينقوه لك، هما يشوطوه لك، هما يجيبوه لك للدار. وإحياء لسنة إبراهيم الخليل، تبقى المذابح الوجهة المفضلة لدى بعض المواطنين العاجزين عن الذبح وسط العائلة أو الراغبين في التأكد من عدم احتواء الأضاحي على المسببات المرضية.